السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. التلات كالعاده يوم التلات بنحاول نعمل اكلات شعبيه، اكلات حلوه وتاكل كده يكون الموضوع لطيف. اتسالنا امبارح ويمكن لقيت السوشيال ميديا بيتكلم من امبارح لحد النهارده على الكشري. ناس كتير عايزه ان احنا نعمل كشري. حاضر عينيا، وبعدنا حضراتكم امبارح كمان هنعمل كشري بكره. نعمل نوعين كشري، كشري اللي هو القاهري والكشري اللي هو الاسكندراني، مش هقول اللي هو المصري لان كل الكشري مصري، ولكن الكشري كل الناس بتعمله مفيش حاجه جديده فيه، ولكن برضو نسمع كلام حضراتكم نعمل اللي تحبوه. بس انا النهارده هعمل الكشري بطريقه حلوه جدا وطريقه مختلفه، يعني هعمل الكشري كله في حله واحده. الكشري كله في حله واحده، هياخد وقت، هياخد وقت، هيتسوى بالتدريج، هيتسوى بالتدريج، هيطلع كويس الله اعلم، ان شاء الله يطلع طبعا كويس. ده بالنسبه للكشري القاهري او الكشري المصري بالاخص، مع بقى البصل المحمر، مع صلصه طماطم تكون متظبطه، مع حبه شطه دقه كده، مع سنه دقه اللي هي اللي بالثوم والكمون والليمون. هنعمل حبه عدس، حبه حمص، التركيبه دي لو في وقت ان شاء الله ممكن نعمل حمص شام عادي جدا. ده بالنسبه للكشري المصري. مقاديره كلنا عارفينها، مكرونات بانواعها حسب الرغبه. طبعا الحاجات دي مش ببلاش عشان حد يفكر الحاجات دي بقت رخيصه وبتاع، لا خالص، الحاجات غاليه انا عارف، ولكن انا شخصيا يعني مطلع المكرونات دي كلها كانت عندي والله وجايه لي ببلاش برضه. انا بكلم بكل صراحه، المكرونات دي عندي مكرونات، لكن النهارده الحاجات انا عارف ان هي غليت شويه التركيبات دي، ولكن خلينا نعمل النهارده يوم لطيف، يعني نقول يوم كشري. الكشري الثاني عندي كشري العدس اصفر او كشري ابو عدس اصفر، كله منقوع طبعا، ده منقوع طبعا نقعه كويسه عشان خاطر يديني الطعم اللي انا عايزه مع الرز المصري. هنعمل له كمان حبه بيض مسلوقين بلدي حلوين بالدحرجين بالزبده. هنشوف النهارده مع حضراتكم حلقه لطيفه جدا بالكشري، حتى سايبين العدس بيغلي عشان يبقى مسلوق، عشان لما نحطه في الحله مع الرز ومع الشعريه لما تتحمر هيكون الموضوع ان شاء الله النهارده مع حضراتكم لطيف جدا. تعالوا نطلع فاصل، بعد الفاصل ان شاء الله نواصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنيه. طيب كنا قبل الفاصل بنتكلم مع حضراتكم النهارده على اكله كشري. الكشري اكله مفيش حد في مصر ما اكلهاش، حتى لو كانش يعني بيحبها بس اكيد جربها. الكشري من حلاوته بقت وجبه اساسيه لاي حد في الدنيا، سواء فطار او غدا او عشاء. الكشري كل مقاديره وكل مكوناته، اتمنى زمايلي ينزلوه حضراتكم على الشاشه عشان نعرف مدى قمة وحلاوة البقوليات اللي عندنا والنشويات اللي موجودة في الكشري والسكريات، كل حاجة ليها علاقة بالكشري، كلها مفيدة جدا، كلها صحية جدا، أولادنا لما ياكلوها يكون لطيف، الموضوع ما فيهوش أي مشاكل. أي نعم ما فيش حد بياكل كل يوم كشري، بس صدقوني في ناس كتير جدا بتاكل كل يوم كشري، ناس كتير جدا بتاكل كل يوم فول، ناس كتير جدا بتاكل كل يوم مسقعة، مش عيب ومش حرام ومش غلط وملهاش دعوة بالفلوس. يعني ملهاش علاقة ان يكون معايا فلوس او ان احنا من طبقة مش عارفة ايه فاحنا ملناش في ايه، ده كلام فارغ ومش صح. كلنا بناكل، اي نعمة ربنا، كل نعمة ربنا جميلة جدا. كشري حلو، تعال نعمل النهاردة كشري مع بعض في البيت. ناس كتير بتقولك لا لما اجي اعمل الكشري بيبقى يوم زحمة، بيبقى مكلف جدا، بيبقى عايز 10 حلل، بيبقى عايز مش عارفة ايه. حقك وكلام مظبوط. انا هعملك النهاردة كشري بإذن الله ان شاء الله يعني في حلة واحدة، وهعمل لك كشري بامكانياتك بكل اللي عندك في البيت، حبه الرز، حبه العدس، حبه المكرونه، حبه الشعريه، حبه البصل، كل ده كله يطلع من طبق كشري مع حبه صلصه طماطم نضاف حلوين. مش هعمل حاجه بسمنه، مش هعمل حاجه بليه، مش هزود الامور بتكلفه تكون زي على زي. كفايه الحاجات دي موجوده عندنا زي ما قلنا لحضراتكم. انا حتى زي ما قلت لكم من شويه قبل الفاصل، انا ليه حاطط ثلاث بولات مكرونه؟ لان عندي والله انا ما اشتريتهاش، لكن طبعا عارف الحاجات غلت دلوقتي، وعارف كمان ان الحاجات سعرها مش لطيف. حتى طبق الكشري اللي بتشتريه من بره، لسه زميلي والله قاعد اهو، قاعد اهو قال لي والله اكلت امبارح بدون ذكر اسامي في محل كشري دفعت 20 جنيه في طبق الكشري وما لقيتش فيه عدس، رز ومكرونه بس. فيعني قصدي اقول لحضراتكم الحاجات بتبقى غاليه، فلو عملناها في البيت يبقى الطف واحسن. تعالوا نخش على طول نتوكل على الله نعمل حله كشري مشكله. الكشري هو عباره عن ايه؟
اساسياته واحده ما بتتغيرش، يعني ما فيهاش اي افتكاسات. هنزود هننقص كل الحاجات دي بس بالاتفاق، مش اكيد، لكن اساسيات الكشري هي وجبه بسيطه جدا، فيها رز، فيها شعريه، فيها نوعين او نوع مكرونه، فيها حبه عدس، وتعال نلعب الحاجات الباقيه كلها بقى ايا كان الموضوع. انا هعمل الكشري النهارده مع حضراتكم كله في حله واحده باذن الله، واحده واحده. ادي حبه زيت عادي جدا، عايز تدلعها اديها حبه يعني معلقه زبده، مش هتقولي لا. هنقلب ونشتغل خطوه خطوه، هنشوف الكشري هيعمل ايه النهارده، او حله يعني ايه حله فيها كشري. طبعا البصلية دي انا مقطعها عاديه جدا، فيها حبه دقيق ومتحمره على زيت نظيف وزي الفل. عندي الناحيه الثانيه دي عندي عيش شام متقطع اي تقطيعه، لان بيتاكل مع الكشري بيبقى ليه طعم كويس قوي. هنشوف برده بتعمل ازاي. هنا بشوح الزيت مع الزبده بدون اي حاجه خالص صعبه، وهعمل الكشري على مزاج شويه. انا مش بقلل محلات، او مش بقول لكم ما تاكلوش من محلات، انا بعمل حاجه في البيت بشكل نظيف وشكل على مزاج شويه. شوف البصلايه دي كده، ركز معايا كده، ادي بصلايه. انا عايز اعمل حاجه تكون تتاكل شويه وليها مزاج، وكل واحد ومزاجه مش عيب. طيب اول الكلام، انا عندي حبه الرز دول هشوحهم هنا. بسم الله، حبه الرز دول كوبايه الرز مغسوله متصفيه على مزاج قوي. هبدا هشوح الرز واحده واحده. الاول لو انا ما شوحتش الرز، ممكن الاول عادي جدا اجيب الشعريه واشوحها الاول، ولكن لو عندي الشعريه متشوحه مش هتقول لي لا، برضه هتطبخ جواها. يعني المقصود ان انا بقول لكم ايه، ان الشعريه الاول تتحمر وبعد منها ينزل فوقيها الرز، كأنك بتعمل رز بالشعريه عادي جدا. بعد كده هتكون عندي كمان العدس بجبه سلقاه، العدس بجد يكون مغلي شويه او منقوع، والافضل يكون يعني واخد نص سلقه كده او منقوع، مش هقول لك لا برضه. كده كده كله هيشتغل ان شاء الله مع بعضه واحده واحده. بقلب كويس جدا الرز، ببصلية ناعمه قوي، حبيت احطها وحبيت ما حبيتش براحتي. الناحيه الثانيه عندي ميه سخنه او مرقه حسب اللي هشتغل بيه، يعني كل واحد بينا حسب. انا هشتغل بمرقه خضار ثابته، يعني اهي زي ما حضراتكم شايفينها مرقه خضار عاديه جدا، مكعبين مرقه حطيتهم في ميه سخنه وخلاص، اهي زي ما حضراتكم شايفين مرقه خضار كمان ثابته زي ما حضراتكم شايفينها، ما فيهاش حاجه. بمسك عندي الحله وشغال هقلب واحده واحده. انت ليه حطيت رز مع البصل؟ عشان انا احس ان ناكل بصلايه متطعمه. انا هعمل حاجه في البيت صدقوني، الحاجه في البيت دي تبقى ليها طعم كويس قوي وليها مزاج احسن بكتير جدا من حاجات كتير جدا، ولكن يعني هنشوف هنعمل مع حضراتكم ايه. بقلب الاول الرز واحده واحده، يسخن شويه الرز، اول ما احس ان الرز بدا يسخن شويه هبدا انزل واحده واحده بخطواتي. وانا شغال كده برضو عندي حله ثانيه اللي هعمل فيها برضو الكشري اللي هو ابو عدس اصفر. كشري اسكندراني لطيف جدا، طبعا انا اكيد مش هعمله زي الاسكندرانيه، الاسكندرانيه معلمينا في كل حاجه بصراحه، عشان برضو ما نتعدش على الناس، لان طبعا ما تجيش انا من القاهره فمش هعرف اعمله اكيد زي اهلنا في الاسكندرانيه. في اسكندرانيه بيعملوا الكشري بتاعهم ده متربين عليه، انا بقى اقلد اجيب حته من هنا ازود حته، لازم اقول ما اقولش هعمله بالظبط. ليه ما اقولش هعمله بالظبط؟ كلمه بحساب، انا من الناس دي، كلمه الاكل بالذات بحساب، اما كلام الشخصيه ما بقولوش حساب، والله بقول على طول. في الاكل اخشى اقولها تاني، اخشى ان حد اسكندراني يطلع يقول لي علاء اللي بتعمله ده غلط، طب علمني، طب اقول. انا ما بحبش كده، احب اكون في المعقول، اعمل وظيف انقص ازود اشبه اعمل، بس اقول عشان برضو انا بحب احترم نفسي شويه، لان ممكن بعض الناس تقول لك لا مش الطريقه دي صح، انت عملته غلط. لا انا اقول عملته بطريقتي افضل من ما اقول عملته بطريقتك ويطلع غلط يبقى شكلها وحش في حقي، وده مش ظريف. فانا بحب اكون صريح مع حضراتكم. بس شوحت الرز اهو، اعمل كده سخن الرز زي ما انت شغال. دي بحبه الشعريه بتشوحين في الزبده او في الزيت حسب اللي حضرتك بتحبيه. في نفس الحله ركز تاني ونشوح تاني اهو، كله بيتقلب مع بعض اهو، كله بيتقلب كده. لحد دلوقتي احنا بنعمل رز ايه؟ بالشعريه، يمشي مع الباميه، يمشي مع الملوخيه، يمشي مع كل حاجه اهو. سيبه يسخن، تعالى الناحيه الثانيه بمكعبين الزيت دول زي ما هم في ايدي اهم، وانزل بيهم كده على سميد زيت. ليه؟ عشان خاطر هبدا اشتغل في برضو الرز او الكشري الاسكندراني. الامور ما فيهاش صعوبه، برضو هديله بصلايه بس هديله سنه كمون، برضو دي حاجه برضو ليها طعم كويس. ادي البصلايه سنه الكمون لما تتشوح شويه. هبدا ارجع تاني للرز مع الشعريه، يتقلبوا مع بعض يسخنوا تاني حله كبيره تشيل كل حاجه. النهارده حتى لسه بتكلم مع زمايلي من شويه قبل الفاصل، النهارده كنا هنتغدى كشري احنا في الاستوديو، حتى انا كمان يعني بعت رساله لمراتي قلت لها ما تعملوش اكل، هاكل مع اصحابي النهارده كشري، عشان الكشري ده عزيز قوي، انا بحب الكشري جدا من ايام المدرسه.
كنت يعني بلاش اقول كنت بهرب عشان ما حدش يهرب، كنا نسيب او نخلص المدرسه، نخلص المدرسه ونمشي انا واصحابي نروح نجيبه بقى حسب كل واحد ومزاجه. في ناس تحب شقه عيش، وفي ناس تحبه كيس، وفي ناس تحبه طبق سلستين، وفي ناس لما تقعد جوه تاكله في طبق منامين، وفي ناس تحب تاخده في علبه انت وفلوسك. فانا كان فلوسي على قد، انا كان معايا ربع جنيه للكيس او حسب ايه كان الموضوع. فكنا انا واصحابي الله يمسيهم بالخير، اصحابي دول لحد دلوقتي اصحابي طبعا، هم لو بيسمعوني دلوقتي طبعا اكيد يعني مش هقول اسامي عشان ما انساش حد، دول اصحاب الدكه، اصحاب الدكه واصحاب غالبا الرضاعه، يعني احنا متربيين مع بعض من واحنا لسه ما بنعرفش اسامينا. فكنا نقعد نتمشى وبتاع ونأجر عجل ونجري وبتاع، ايام الواحد ما انساهاش. لو كان الاكل او الكشري بيفكرنا بالايام دي، طب ما ناكل كشري وناكل اكلنا الحلو ده، ايه المشكله يعني؟ واحنا ليه ننسى ايامنا وننسى عاداتنا وتقاليدنا؟ مهما نكبر مهما نعمل ومهما بتاع، بس الواحد برضو كيس القصب بقى، لما تاخد كيس القصب كده بالشاليمو يا سلام النبي، حاجات الواحد لما كبرنا ما بقاش نقدر نعملها، لان خلاص مش عشان انا شخصيا، لا كبرنا بقى كل واحد بقى ساب منطقته وسافر، واللي اشتغل في حته تانية، واللي كبر، واللي بقى نجم، واللي بقى كل واحد فينا قصدي الدنيا بتلهيه، بس ما بقاش يعمل زي الاول. بس لو جت الظروف تاني والله انا اول واحد اعمل كده، لان بتبقى ليها طعم كويس قوي. تخش محل الكشري كده هو زحمه مفيش مكان، وتقف وتاخد دورك، وكانوا يدوا العيال الصغيره بالبون، كنت تاخد البون برقمين، رقم عند الكاشير والرقم التاني عند الراجل اللي هو واقف على الكاونتر، اديله البون هو نفس الرقم عشان ما تلعبش معايا. فهو طبعا اكيد ايام زمان ليها طعم الفكر برضو، وكان يتوصل بالعيال الصغير عشان خاطر يمشي بسرعه وبتاع حاجات بالشكل ده. ايام جميله. هنا الرز اتشوح مع الشعريه، لحد كده احنا زي الفل يا عمنا، وركز معايا ماشي الكلام. طيب هنبدا نعمل ايه؟ نجيب حبه العدس زي ما اتفقنا مع حضراتكم منقوعين، ويا ريت لو يكونوا مسلوقين سلقه حلوه اهو. زود العدس عشان ما حدش يزعل، عشان ما تزعلش انت تقعد تقول لي كلت الكشري من غير عدس. شوح الايه؟ العدس معاهم اهو، كله شغال، سامعين الطرقعه اهو اهو، كله شغال في نفس الحله، وايدينا في التقليب عشان ما فيش حاجه تتحرق وحاجه تتحمص. الناحيه الثانيه البصليه، بص كده يا استاذ شفيق، بص كده يا محمد اهو، بدات تدبل واحده واحده اهو، على عليها النار عشان نشتغل بيها برده واحده واحده مع العدس ومع الرز بالصلصه لما نعملها له اخر حاجه ان شاء الله. قلب كويس، حاجه بدات تبقى واضحه، اعمل ايدي كده وانا شغال، حاجه تسخن معايا احس ان انا دخلت ايه في مرحله حلوه. زي ما اتفقنا الرز الاول مغسول ومتصفي، نزلنا بيه الشعريه متحمره، نزلنا بيها كله في نفس الحله. الناحيه الثانيه حضرنا حبه عدس بجبه يكونوا منقوعين، تعال نبص عملنا فيهم ايه. شوف اهو اهم في ميه بيغلوا مسلوق، انا بسلق الايه؟ العدس اهو. شوف حضرتك بسلقه بميه سخنه مع معلقه كمون، ميه سخنه مع معلقه كمون اهو. اتفضل يا فندم، شوف الكلام، شوف الحلاوه، شوف اهو، شايف ده؟ هعمل لكم هرم بقى بيه زي اللي بنشوفه في المحلات عشان ناكل منه ونستمتع. سيبوه شويه. اول ما الرز هنا بدا البصلات بتاعت الرز بدات تسخن بتاعت الايه؟ العدس الاصفر، انزل بحبه الرز بسم الله كده اهو ماشي الكلام، واحورهم برده مع بعض ونسيبهم ونرجع لهم تاني. نحور الرز ونرجع لهم تاني، نرجع هنا نخش على فين؟ على بقيه التشويح لحد كده زي الفل. نجيب ايه بقى كمان يا معلم؟ نجيب حبه المكرونه اهم، هنا نفس الموضوع، مكرونه تانيه مقصوصه وماله، بس اكسرها عشان ايه؟ اهو شوف الكلام، كله في نفس الايه؟ الحله، واقلب اهو يا فندم، قلب كده الحاجه خليها تاخد منها ببعضيها. اي مكرونه بنحبها نحطها، كله بالهنا والشفا هيتاكل. انا بس بوفر لحضراتكم بدل ما نقعد نسلق في الحله دي وفي الحله دي وفي الحله دي، انا احب اكون دايما ايه؟ بسيط يعني اهو. وانا بقلب عايز اعلي طعم الكشري بقى، ده ممكن من غير ما يتفقش معايا فيه بقى اهو. اجيب عندي معلقه وابدا العب، احط عندي حبه ملح ابهر حاجتي، واحط عندي حبه كمون. هنا بقى اللي ايه اللي بتكلم عليه، يكون في نفس كويس وفي تغيير في الطعم اهو. اقلب كويس جدا الايه؟ الرز ابو كمون وابو عدس وابو مكرونه، كل الحاجات اللي حطيناها كلها بتقلب دلوقتي بتتشوح مع بعضيها، لو فاكرين بحبه الزبده وسند الزيت عشان الحاجه تبقى مظبوطه اهو. شوف كده الملامح بدات تبان والامور بقت واضحه، البصلايه مش باينه لو حضراتكم فاكرين، البصلايه مش باينه. اروح ابص على
الرز الثاني اهو بيتشوح مع الايه؟ سنة البصلة اللي حطيناها مع ايه تاني؟ سنة الزبدة اهو، كله ان شاء الله مع بعض اهو كده. ده بدأ يتشوح، انزل على طول بالعدس. العدس بيبقى كميته اكبر من الرز اهو. ده هياخد معلقة كمون كبيرة، معلقة كمون كبيرة، وممكن كنت اديله سن الثوم برضو وانا بشوح البصلايه. ده كله في ايدينا، وهنشوف النهارده مع حضراتكم الموضوع ماشي ازاي. اهو نحط حبه عدس كمان اهو، نديله كمون بالمره اهو، ومن عندي سن شطه، سن شطه تفرق اهو. قلب 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 قلب، الصلاة على النبي، سيبه سيكة وتعالوا تاني. هرجي هنا بقى، خلاص شوحنا كله وتمام التمام. نجيب المية، بسم الله بسم الله كده. ايه تاني هنحطه؟ حطينا المكرونة، حطينا العدس، حطينا الشعرية، حطينا الرز، حطينا الكمون. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنجيب المرقة، بسم الله الله. شوف الكلام، وتروح عامل ايه بقى؟ ده ايه؟ خل، رشة خل، ونساوي الحلة عشان مفيش حاجة تكون كده ولا كده، ماشي الكلام. وندي سنة كمون تانية على وش الايه؟ المرقة كده، والرز، ونساوي كل ده كله، ونغطي يا معلم بالهنا والشفا. سيبه وهنشوف شكله عامل ازاي ان شاء الله. احنا وصلنا، ناخد المرقة دي الناحية التانية، نرجع على فين؟ على العدس الاصفر اهو. حالا هناخد تليفونات. او النبي اديني بقى استاذه كريمه من اسكندريه عشان اسالها على الكشري. يا كريمه هانم، صباح الفل. صباح الورد والياسمين يا فندم، ازي حضرتك؟ والله الحقيني قبل ما نغلط. لا لا مفيش غلط خالص، قولي لي بقى. يعني ما شاء الله ما شاء الله عليك، الله يبارك لك. قولي لحد كده احنا ماشيين ازاي في الكشري الاسكندراني ده؟ انت بجد النهارده عملت طفره حلوه جدا جدا، الله يبارك لك بالهنا والشفا. وفرت الوقت، ووفرت ان كله يبقى معمول في مدموج في حاجه واحده. ايوه، وطبعا ديت بقى يعني لمسه جميله منك للظروف الاقتصاديه اللي احنا بنعيشها طبعا. اه والله، وانت ما شاء الله عليك انت والكرو الجميل بجد. الله يبارك لك يا كريمه هاني، ربنا يعزك. والله العظيم بجد انت بتحاول ان انت تخلق من الحاجه الواحده يوم واثنين او اكله واثنين وثلاثه بالظبط، ده المطلوب. دي لمسه منك جميله جدا. الله يبارك لك، ربنا يحسن ما بين ايدك ويخليك دايما لينا يا شيف علاء. الله يخليك، كل اكلاتك الجميله. كلامك زي العسل، بس ترجع لك وسألي. هو انت بتعملي الرز الاسكندراني ده عندك في البيت ولا لا؟ اه طبعا. طب قولي لي خطواتنا كده مظبوطه ولا ناقصنا ايه والنبي من مره؟ لا والله العظيم بجد يعني ما شاء الله عليك. يعني الكشري ده انا حطيت العدس وبصلايه وحبه كمون والعدس الاصفر اكتر من الرز، وشوحتهم بالزبده وهديهم مرقه. تمام، ايه تاني ناقص؟ قولي لي معلش. لا والله ما فيش حاجه ناقصه. مش عايز حاجه تانيه كده خلاص؟ لو الحاجه حتى ناقصه يا شيف علاء، الله يبارك لك، ان انت بتعملها. الله يخليك يا اختي، ربنا يعزك ويديك الصحه. انا بس احب دايما اتاكد عشان ما نضمنش الظروف نخطا في كده ولا كده. انا قلت من الاول اخشى ان ازعل حد من اسكندريه حبايبي. لا لا لا، الاسكندرانيه كلهم بيعشقوك. ده اهلي اهلي والله. يعني بجد البرنامج بتاعك بجد محقق نجاح، ودايما ربنا يحفظك. ده بنفس حضراتكم، بشكرك، ربنا يعزك. كريمه هاني من اسكندريه، شكرا جزيلا لاختي والله وعلى راسي وكل الاسكندرانيه. ستات الاسكندرانيه دول زي العسل، انا مش بعكسكم بس انتوا الصراحه كده كلامكم كله زي العسل، وناس محترمه، وبشكركم طبعا كل اتصالاتكم. والرجاله طبعا ما فيهاش هزار، يعني انا بتكلم بس ان ايه، ان ست اسكندريه دول حتى لما بروح اسكندريه شخصيا اذا كان شغل او فسحه ولا اي كان الموضوع، ناس محترمين، مقابلات محترمه. يعني عايز اقول لكم ربنا يدين معروف دايما يا رب ما بيننا. انا حطيت حبه زبده في النص كده، انا بكلم كريمه هانم من اسكندريه، قلت برده يتدلع شويه، ابهره بحبه ملح بقى. حطينا كمون، حطينا حبه شطه، حبه ملح كمان اهو، وده هيتشرب. عايز ايه؟ تطلع فاصل ليه؟ ما احنا شغالين زي الفل، ما تصبر شويه. كل ده كله كان زمان طبخنا يا عم. طب حاضر، هنشرب ده بعد ما يسخن وهطلعك فاصل، اوكي؟ حالا اهو، عشان بس الناس تبقى معانا في الامور وتبقى تمام. انا بقى هدلع ده بايه بقى؟ هديله ايه من عندي؟
ركز في كلمه من عندي دي، مكعب مرقه كده مفروم في النص كده يعلي الامور مع حبه الميه السخنين ننزلهم او المرقه السخنه اللي عندي اهو. بسم الله. غطي دايما كالعاده الرز بتاعنا عادي اهو ونساوي الامور. عايز تطلع فاصل اطلع فاصل مش ولا تزعل نفسك بس بسرعه اتفضل. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب كنا قبل الفاصل مع حضراتكم طبعا اللي بعمله بايدي ده هو العدس اللي احنا سلقناه بمعلقه كمون وحبه ملح صغننين قوي مش زياده علشان برده نبقى واضحين مع حضراتكم. ده خلصان هنطلعه بالمره عشان خاطر يعني نقفل الباب ده ما نرجعلوش ثاني، وهنرجع سريعا مع حضراتكم الكشري الاصفر شغال والكشري الاحمر شغال. هنعمل كمان مع حضراتكم دلوقتي صلصه الطماطم بتاعت الكشري. هي دي السوكسي بقى، هي دي السنس العالي فيها، هي دي اللي بتميز محل عن محل. زي بالظبط كده محل الكشري ومحل الكباب، اللي بيميز الكباب ده على الكباب ده هي سلطه، هي صلصه الطماطم، واللي يميز الكباب على الكباب هي ميه البصل او تتبيله الكباب معروف او كفته، يعني هي تميز هنا. هنجيب بوله فاضيه بالمره عشان نوضح برضو لحضراتكم. ادي هنا العدس بجبه، نفسي اعرف ايه جبه دي والله العظيم ما بهزرش، عدس اسود يعني بس هو ليه جبه اسمه كده اهو. هرشت كويس تمام جميل كده جميل كده يا باشا اهو حلو كده. ادي العدس بجبه عليه حبه كمون وزي الفل بقى يطلع برده مع بقيه الحاجات بتاعتنا جنب الحمص كده وجنب الحركات دي كلها عشان هنشتغل دلوقتي بقى ايه في اللي اتقل. تعالى نراجع كده سريعا. ادي الرز العدس الاصفر اهو شايفه يا استاذي شغال. تعالى نشوف العدس الكشري الثاني اهو، شوف المنظر بقى هنا. اللهم صل على سيدنا محمد ما شاء الله بالهنا والشفا لحضراتكم. شوف الكلام اهو تقليبه حلوه كده، احنا موطين النار خد بالك ها عشان الحاجه تستوي معايا بسرعه وواحده واحده كده على مزاج. شوف الكلام كله مفلفل، مكرونه اهو شايف الاستاذ ولا مش شايفني اهو كله في حله واحده. انا بس بحاول اوسط الامور لحضراتكم مش اكتر من كده، والله مش متفزلك او حاجه، لكن الحاجات دي كلها تبقى نفس نفس مش اكتر من كده. حضرتك في البيت نفسك احسن من علاء و100 علاء، انا بحاول بس يعني اوضح اهو. سيبه كده شويه برضو على نار هاديه اخر درجه حراره على واحد، مش اي مشكله خالص. نغطي تاني ونسيبه خالص لما يتبخر ويخلص حاله. الحله دي هعمل فيها حبه عصير طماطم اللعب كله بقى وانا شغال. الزبده دي شايفها يا استاذي اهي حلو كده مع 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 ايه حاجه بطين ثلاثه كده اهو اهو يترقعوا مع نفسهم كده. دول هيطلعوا مع ايه يا استاذ؟ مع بقيه الكشري الاسكندراني. ادي ايه يا فندم؟ ام مصطفى؟ طب يعني خير يعني؟ ماشي ادينا ام مصطفى من غير عياط. يلا الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ حبيبي ربنا يبارك لك. انا عايز تحكي بقى من غير عياط زي امبارح. من غير عياط يا والنبي. حبيبي انا بزعل. ربنا يبارك لك. الله يبارك لك. ربنا يبارك لك وفيك شر المرض في جسمك ويخليك. طمنيني ايه الاخبار؟ ووالدك ووالدتك الحمد لله. عملت ايه امبارح؟ الحمد لله انا امبارح رحت للجماعه وتواصلوا معايا
وقالوا لي خلاص ما تقلقيش من اي حاجه ان شاء الله. وسمعت ان هم ظبطوا معاكم مصاريف المدارس والتركيبه دي حصل؟ الحمد لله، الحمد بركه في حضرتك، البركه في ربنا الاول. ربنا مالناش دعوه، انا ماليش دخل، انا زي اي حد. ربنا يبارك لك يا رب، انت ربنا بيسبب الاسباب وانت كنت سبب. ربنا والله وانا بسبب ولا غيري. ريحتني ربنا يريح قلبك دنيا واخره. الله يبارك لك يا اختي، ويجعله في ربنا يبارك لك يا رب، ويكفيك شر سلامتك وسلامه اولادك، وربنا يا رب ما يحوجنا ولا يحوجك ولا يحوج حد يا رب. يا رب يبارك لك يا حبيب قلبي، واشوفك احسن الناس. الله يخليك، احسن الناس بيك والله يا ماما، يا ربنا يبارك احسن الناس بيك والله، ويبارك في والدك، ودي التربيه الصح. الله يبارك لك في عيالك ويخليهم لك. يا شرديني اللي انت جبت لنا يعني شاب زي الشيف علاء كده، الله يبارك لك واخلاقته، يا ربنا يبارك لك. ربنا يعزك يا ام كريم، بشكرك. المهم يكون طمنتي، وربنا يا رب يعوضك ويكرمك. بشكرك، شكرا جزيلا. حاجة تانية، نفسي اشوفك واسلم عليك. الله يبارك لك، وصل ربنا يعزك، واقطع معاك يوم في المسابقة لو سمحت. الله يبارك لك، حاضر، مع زمايلي في كنترول نظبط مع بعضينا. بشكرك، شكرا، شكرا جزيلا. شكرا لام كريم اللي كانت بتكلمنا امبارح وزعلانة والدنيا قافلة في وشها، مرض ومفيش فلوس، وبعت عربيتها وبعت اللي حواليها وبعت اللي قدام، وعايزة تبيع كليتها، وربنا الكبير ولا واحد فينا ليه لازمة. ربنا بييسر الامور، يخلي قلب حنين يسمع المكالمه، يكلمنا، اشيل ست دي، ابعت دي جهاز، ابعت ده. ربنا انا ماليش دخل، انا ماليش دخل. فانا عايز بقى تجيبوا لي مين بقى؟ الاستاذ اشرف التبعي لمؤسسه دنيا جديده معانا على التليفون. الراجل ده انا عايز اشكره بنفسي، ادهوني. الو الو الو، مساء الخير يا اشرف بيه، ازي حضرتك؟ مساء الفل، ازيك يا شريف؟ صباح الورد والياسمين عليك، ازي حضرتك؟ الله يخليك. الاستاذ اشرف التبعي المسؤول العام لمؤسسه دنيا جديده، يا اهلا بيك. اهلا بيك يا سيف، تحت امرك. اخبارك انت ايه؟ الحمد لله والله تمام، كله تمام الحمد لله. انا عايز اشوفك يا اخي، بريك ما شفتكش والله. يعني انا يعني ما ينفعش يكون حبايب وزملاء وما اشوفكش، ينفع؟ انا جاي القناه كمان شويه استنى. يلا انا موجود، انا موجود، هخلص هوا مستنيك يا حبيبي. حبيبي المهم طمني انت الست. طبعا انا انت امبارح كلمتني وانا قلت لك يعني بدون تفاصيل في المكالمه، ولكن انت امبارح قلت لي الست عندي دلوقتي علاء والموضوع انتهى. مظبوط. وانا كنت مشغول ما عرفتش اكمل المكالمه مع بعض، وبكره نتفق. اتفقنا الحمد لله واتقابلنا اهو دلوقتي. قول لي ايه اللي حصل. الله يبارك لك. طبعا اولا انا اللي بشكرك ان احنا يعني بناخد من وراك الحالات للناس اللي محتاجه حاجات زي كده. لا شكرا على واجب والله. لا بجد والله، لان الناس ما بتبدأ تشوف حد تثق فيه وترجع له زيك. دي مهمه جدا، وده دور الاعلام اللي هو يعني انت امبارح انا انت كنت بتقول انا راجل بتاع بطاطس واكل وبتاع، لكن لا الناس صريح. بتحبك جدا وبتثق. لا بس خد بالك، دي مهمه جدا، نقطه مهمة جدا الناس تعرفها، ان الناس بتثق فيك وبتحبك. فالناس من فضل ربنا. يعني عايز اقول لك احنا دلوقتي في مستشفى بالريش في زيارة لمستشفى الاطفال. الله يبارك لك، الله يبارك لك. بص يا رب الاقي في اليوم 10 حاجات اعملها زي كده، عمري ما هتاخر وهعملها ان شاء الله. عايز اقول لك ان مستشفى بالريش وانت هناك دلوقتي اسالهم عليا، هم حبايبي، كنت لسه عندهم من شهر ونص ولا شهرين. انا عارف، ما عشان كده اسال على الدكتورة رئيسة المستشفى، وتحياتي ليها طبعا، ناس محترمين جدا، والنبي خد بالك من الاولاد دول يا اشرف. مديرة المستشفى. لا طبعا انا اول ما شافوا الكاميرا بتاعت قناه النهار سالوا عليك اولا. الله يخليك يا باشا، لان انت يعني سمعتك سباك. الله يبارك طبعا. الله يبارك لك. بالنسبه للمصطفى اللي هي اتكلمت امبارح، وانا لما شفتك زعلت واتضايقت. انا ما بحبش حد يعيط والله يا اشرف، بيصعب عليا الموضوع والله. طبعا طبعا هو مؤثر جدا طبعا. انا كلمت الناس في الاعداد وخدت رقمها، وهي كانت قريبة من المؤسسة. قلت لي ان هي ساكنة في الوراق وانت في مدلبنان. انا بتكلم بصراحة، كمل. ايوه بالظبط. فجت لنا على طول، قلت لها انا هستناكي. وساعة لما كلمتك كانت موجودة عندنا، خدنا الاوراق بتاعت العلاج بتاعتها. ربنا ما يحرمش منك. ايوه وساعدناها بجزء في المصاريف عشان ابنها في ثانوية عامة. الله يبارك لك. والدنيا غالية وبتاع، انا عارف. فاللي بنقدر عليه بنعمله، ما بنتأخرش عن حد. الله يبارك لك. ده حتى قبل، بص، في يعني الناس اللي عندها مصداقية بتبان على يعني. الست دي جت، احنا ولا نزلنا لسه عملنا بحث ولا حاجه. أيوه. ومع ذلك انا صدقتها وساعدناها. انت عندك الحس الخير يعني، بتقدر توصل للناس وبيتعرض عليك كل يوم، فاكيد انت راجل يعني لماح. كتير كتير يعني في حاجات بنلاقيها ناس مش مظبوطه، وفي حاجات ناس أيوه من أيوه مجرد أيوه الكلام معاها بتثق فيها وبتقدر أيوه تساعدها. أيوه. فالحمد لله ان احنا قدرنا نوصل لها وهديناها كده، والست ماشيه. الله يبارك لك يا اشرف. الحمد لله. الله يبارك لك. وربنا يقدرنا يا رب على اي عدد من الحالات ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب. ومن هنا برضو معلش يا اشرف لو سمحت ثانيه واحده،
تحت امرك. احنا يعني مش هقول لك بنترازل عليك، احنا عشمانين في ربنا دايما في مؤسسه الدنيا الجديده، وانت وعلاء الكحكي وكل الناس اللي قائمين على المؤسسه دي. طبعا المؤسسه الدنيا الجديده دي بتاعت رجل الاعمال علاء الكحكي اللي هو مالك تلفزيون النهار، نشكره طبعا ان هو فاتح باب خير للناس. بنترازل وبنطمع دايما فيكم، وبرده احنا على الهوا دلوقتي، اي حد عايز يشارك في كل الحاجات دي كلها، باب الـ الـ التبرع لمؤسسه الدنيا الجديده لاشرف التابعي وللمؤسسه هينزل لو سمحتوا يا شباب كده على الشاشه دلوقتي، لاي حد عايز يتبرع للناس دي كلها. تمام يا اشرف بيه؟ اشكرك يا شيف طبعا، على دي انت كده بتساعدنا برضو، دي حاجه كل طبعًا. ما التبرعات زي ما بناخد لازم ندي، بنقدر بالظبط بنقدر نساعد حالات اكتر كل ما التبرعات طبعا 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 يعني. طبعا بشكرك، شكرا جزيلا للاستاذ اشرف التابعي. اشكرك مدير عام مؤسسه الدنيا الجديده. سبعة ولا ثمانية شارع التعمير يا أولاد؟ أربعة عفوا، أربعة شارع التعمير ميدان لبنان، صح كده؟ أربعة شارع التعمير ميدان لبنان. ليه؟ المهندسين دي المؤسسة اللي الناس كلها من فضل ربنا في وقت قليل عرفوها جدا جدا. هفكركم بالمؤسسة دي، دي اللي كانت رهام سعيد صديقتي من حوالي كام شهر كانت بتجمع عندها الهدوم والبطاطين والحاجات بتاعت راس غالب، فاكرينها؟ هي دي المؤسسه من ساعتها بقى، ويمكن من قبلها كمان، والناس دول عاملين شغل كويس جدا وبدون مقابل وبدون عائد اعلاني. يعني في بعض الناس يقول لك انا بقى اطلع وبتاع اعمل حاجات، يعملوا لي اعلانات ويساعدوني وبتاع يشهروني وحاجات زي دول، لا بصراحه مش حت والله ما عشان النهار، انا بتكلم بكل صراحه، وهم عارفين حتى كمان على كحك عارف ان انا دغري شويه، الناس دول مش محتاجين حاجه من حد، بيعملوها لله سبحانه وتعالى. فاتمنى اي حد عايز يشارك باي حاجه لمؤسسه الدنيا جديده الله يبارك لك. انتوا بتشوفوا الحالات اهو، وربنا سبحانه وتعالى هو اللي قادر وبيساعد كل الناس، يكون شاكرين تتبرعوا في البرنامج في اسمها دي في المؤسسه دي. ربنا عندي بقى، عند خالد صلاح، عند رهام سعيد، عند اي حد، المهم نتبرع. ومصر الخير ما ننساهاش، مصر الخير لسه مكلمينا الصبح، بعت لنا هيبعتوا لنا قريب ورقه كده فيها اللي حصل من كام شهر، لان انا طلبت من الشباب اعرف هم بيجيبوا لنا ايه او ايه اللي حصل. ايه بنجيب اسامي الناس، انا احب دايما النتيجه، الموضوع مش موضوع نشكر ثانيه واحده نشكر في ده ونعمل في ده، مش هي دي شغلانتي. حد اتكلم والله يا ربنا كرمنا نسمع ونعرف في الطرفين، احنا سمعنا الست وسمعنا الاستاذ اشرف التابعي اللي هو مسؤول على دنيا جديده، نفس الموضوع بيبقى حد راح لغريمين ولا غريمات للاستاذ سهير في مصر الخير، برضه بنكلمها نحاول نسمع. ده اللي في ايدي والله، انا بتكلم بكل صراحه، اللي في ايدينا بنعمله. ونسيت اقول له اشرف على موضوع البنت اللي كانت بتتجوز دي، لو في اي جهاز ولا بتاع والنبي كلموه تاني، وماله مش حاجات الا دي، ربنا يا رب يا رب كل واحد فينا ربنا يعامله بضميره، ضميرك اللي جوه ده ربنا يعاملك بيه، حلو ليك وبرضه حلو ليك، فربنا يا رب يكرمك. طيب سريعا قبل ما اطلع الفاصل، حاضر عشان انا عارف وقتي وخدت تليفون كبير انا عارف، وفي ناس على الهوا معانا على المكالمات انا بعتذر، بس دي حاجه مهمه عشان كده لازم نتكلم فيها شويه. انا الرز خلصان وبتاع وحاجات بالشكل ده، معلش بقى الاكل يعني بتاع مطبخ يا شباب ما تسيبونيش. طيب بص بقى، ادي الكشري بالصلاه على النبي خلصان ما فيهوش كلام بقى، عشان ايه نبقى صراحة مع حضراتكم ولا يهم حضراتكم، غطى حله وقع هعمل ايه؟ طيب بص الكشري عامل ازاي بالصلاه على النبي، الله اكبر، بالهنا والشفا لحضراتكم. ده انا هغرف طبق الكشري ده النهارده في طبق كبير حلو شرح برح كده، يعني يكون مناسب لكل الحبايب زي ما اتفقنا، هاكل النهارده اكيد انا كمان من الكشري، فيعني كلنا نكون مع بعض. ده خلصان الكشري زي ما حضراتكم شايفين مفلفل وزي الفل. صلصه الطماطم بتتسبك، عملتها ازاي صلصه الطماطم دي سريعا كده يا خالد؟ معلش انا شوحت الاول البصلايه مع فص توم، توم زياده شوحتهم مع معلقتين صلصه طماطم، يتسبكوا شويه يبدا يتلسعوا، وبعد كده قمت حاطط عليها كمان فنجان خل عشان على التست، مكعبين مرقه بالمره عشان برده تتسبك مع الامور، وهديها عندي حبه اديت لها حبه كمون، اديها حبه كمون تاني، حبه ملح، سنه كزبره ناشفه، وكمان تاتش كده بسيط شطه عشان يديني برده الريحه والطعم اللي انا عايزه، وبسيبها عندي تتسبك وتاخد وقتها وتتعايش. دي بالنسبه لصلصه الطماطم، هاخد منها الاثنين مش هشغلكم برده، ونعمل صلصتين كده خير وبركه. الحله دي قبل ما اطلع الفصل بالمره، الحله دي هعمل فيها حاجه كارثه كده، بس استغل ان اطلع الفاصل. حد زيت، شفت قد ايه الزيت ده، والشطه. مفيش حد بياكل كشري من غير ما يحط شطه، الكشري ما يتاكلش غير بشطه او دقه اللي هي بالتوم وبتاع، هنعملها برده مع حضراتكم ما فيهاش هزار، دي برده اهي عبال ما تحدد تسخن. حبه الكمون يا استاذ تعالى بس كده،
تعالى هطلعك فصل والله واروحك والدنيا تبقى زي الفل. توم مفروم ناعم مش باين، بص قد ايه، حبه ملح ومن عندنا بقى دي مفروم، حط دقه جواها كده، خلي الموضوع فنجان خلي كبير اهو، دي الدقه بتاعت الايه يا باشا، احنا كتير النهارده ما شاء الله خير ربنا كتير اهو، ماشي الكلام. ودي كمان وليمون، ليمون وخل وتوم مفروم كزبره وحبه، بص الليمون قد ايه، لازم الحاجه تبقى مزازه كده وليها طعم. وهنعصر الليمون على الكشري وهنقلب الدنيا النهارده. دي خلصانه، ادي الدقه اللي بتبقى جنب طبق الكشري، نحطها في ازازه بقى، نحطها في اي حاجه، المهم هي دي اللي احنا بنحبها، ماشي الكلام. الشطه سخنت تمام، نروح عاملين ايه في الشطه دي بقى، اول ما الزيت يسخن كده نروح عاملين كده، تعالى كده اهي، ماشي الكلام اهو، تسخن شويه ونروح مدينينها. حلوه مدينين لها دي، ايه مدينين لها دي انا مش عارف، بس عادي طلعت مدين لها يعني نديها يعني لوش من صلصه الطماطم كده، كمان واحد ونسيبها تتكتك. دي السبايسز او دي الشطه بقى بتاعت الايه الكشري، سيبها عصره ليمون على الوش بدل وش يفل. هطلع فاصل ثم نواصل، توكل على الله. يا اهلا بيكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب حبه الكشري الاصفر راح خلاص في البيض بتاعه والدقه بتاعته، وادي الرز اللي احنا عملناه او الكشري اللي احنا عملناه في قلب الحل. يعني انا عملت زي ما حضراتكم شفتوه والله، حطيت من الحله للحله، يعني انا ما عملتش اي حاجه خالص، حطينا كل حاجه ليها علاقه بالكشري في حله واحده. ده اللي انا جاي اعمله النهارده مع حضراتكم. خليني اقفل الطبق ده مع حضراتكم سريع عشان معايا مكالمه مهمه، بس لما توصل هتقولها لي. نعم. طيب قبل ما نكمل طبق الكشري ناخد مكالمه عزيزه علينا. نعم. طب ما تتكلم انت بدالي، او تعالى اقدم المكالمه بدالي، ما تسكت يا اخي انت هو شويه. طيب معانا مكالمه مهمه جدا وعزيزه علينا شخصيا من صديقتكم وحبيبه الجمهور وكل الناس كلها بتحبها، وانا شخصيا يعني عزيزه عليا وصديقتي وزميلتي ريهام سعيد. صباح الفل. يا الو. الو. الو صباح الفل يا ريهام، ازيك؟ ازيك يا علاء، اخبارك ايه؟ انا عايزه بس اقول لك ان انا اشد، يعني طبعا انت صديقي عزيز وكل حاجه، بس انت من اشد المعجبين ببرنامجك. ده شرف. عايزه اقول لك ان انا صاحيه من امبارح وراجعه من الشرقيه بجري على التلفزيون افتح عشان اشوف عامل لنا ايه النهارده. يا حبيبتي. فالحقيقه انا مكلمك النهارده يعني والله احييك واشكرك على الخير اللي انت بتعمله وعلى مساندتك لكل زمايلك وعلى قلبك الابيض، ومكلمك بقى بصراحه كمواطنه مصريه عاديه جدا حبيبتي. نفسي في وصفه تديهالي، بس توعدني تقول لي هتعملها لي امتى. ايه هي بقى؟ ده انت بخير كله يا ريهام، ده حبيبتي. لا مالوش دعوه بالخير خالص، ده طبيخ. انا عايزه ما انا عارف يعني انت بخير كله، قصدي في الوصفات وفي الاكل والطبخ يعني. دلوقتي انا عندي انا كل بس ما تضحكش عليا يعني. مش هضحك والله اهو، انا ساكت مش عايز ابص، مش عايز ابص لك اهو. كمل. لما بنجيب الحمام المحشي من بره ايوه، بنلاقي ان الرز او الفريك محشيين جوه الجلد. ايوه. مش بس جوه الحمامه. ايوه. ممكن تعمل لنا حمام محشي بالفريك، محشي جوه الجلد ده. حاضر. حاضر. زي المطاعم بالظبط. حاضر. اعتبريه حصل. حاضر. قوي نعمل الموضوع ده. ماشي. هتعملوا لي امتى طب عشان اتفرج؟ انا كنت لسه والله بكلم مع الشباب من كام يوم كده، بقى لنا كتير ما عملناش حمام، فعايزين نعمل حمام، فغالبا ممكن الخميس اللي جاي ان شاء الله بعد بكره. ايوه بس اللي محشي تحت الجلد. ايوه ايوه هنعمل كده، هنعمل حمام محشي مش مشوي. يعني عايز اعمل حمام محشي من اللي هو تحت الجلد وفي قلب الحماميه، وهنسلقها وهنشوحها بجوز الطيب وبتاع هنروقها. حاضر. وعايزين نعمل مره ثانيه تخبيزه كده زي اللي عملناها للنهار. يا فاكره الهم من خمس ست سنين دي. ايوه بس احنا دلوقتي النهار مع سي بي سي، فالترابيزه هتبقى اطول واكبر. اكيد اكيد اكيد. لا نعمل كده. نعملها امتى مع بعض وناكد؟ لا والله، وكمان نعزم كل الشيفات صحابنا من سي بي سي سفره كمان. ايوه المفروض دي في ايدينا دي في ثانيه يا حبايبي كلهم يعني. طب يلا وعد هنعمل. اكيد والله انت عارفين انا ما برجعش بكلامي، انا دايما بحب استضيف كل اخواتي واهلي وانا اللي تحت امركم، مش انتوا اللي تقولوا بس حاجة. المره دي مش مسابقه، هنطبخ. لا هنطبخ مع بعض ونساعد بعض. خلاص خليني بعد الهوا هكلم انا الحبايب من هنا ومن هنا ونظبط الامور ونعمل يوم انا وانت برضو تاني. استاذ علاء الكحكي واستاذ محمد الامين. طبعا طبعا اكيد اكيد، وسمير يوسف وكله وألبرت وكله.
حاضر عينيا الاثنين هنعمل كده. المهم انت بقى كلمتيني في الاكل وخلاص خدت غرضك كده وخدت السؤال اللي انت عايزاه. لا وخدت الترابيزه اللي هنعملها وخدت الترابيزه كمان مني على الهوا. انا عينيا الكل طبعا، بس احنا كمان ممكن نعمل حاجه حلوه يعني. ممكن انا ما دام انت اتكلمت في كده ممكن نعمل الترابيزه دي وناكل فيها كل الناس ونعمل حسابنا نبعت حاجه للناس بتوع الخير بقى. يلا يلا ايه رايك؟ لا احنا ممكن على فكره احنا ممكن يعني نطلع اكل زياده من عندنا انت توزعيه لاصحابك بتوع الخير بقى، الناس المساكين والغلابه، ايه رايك؟ ليه احنا ممكن نعمل الترابيزه دي انا وانت كل شهر في حاره من الحارات؟ يا سلام ده عينيا كل شهر الناس. انا وانت ونعمل والله عينيا وقدام كل الناس والله العظيم. يا سلام والنهار هتبقى معانا نعمل لهم اكل حلو وناكل الناس تاكل اكلنا. خلاص لا بدل ما نعمل بس الترابيزه دي احنا والموظفين بتوع المحطتين وبتاع ياكلوا كل حاجه من هنا والشفا، تعالى نبتدي بالترابيزه الناس الغلابه تدوق برضه النهار وكل شهر يبقى عندنا ترابيزه. علي والله ما عندي مانع، وانت عارفه انا يعني تعرف اخوك يعني ما بكترش في الحاجات دي بالذات. اي حاجه لها علاقه لله والخير انا ما بحبش. خلاص كلام رجاله، خلاص نعمله مشروع كده لغايه رمضان. يلا انت عارفان انا عمري ما قلت لك كلمه ورجعت فيها. خلاص المهم بقى خليني اطلب منك خدمه انا كمان بقى. قول لي انت طلبت الاكل وقلت لك هنعمل لك الحمام ونعمل لك الدنيا تمام صح؟ طيب دلوقتي انا عندي حالات كتير قوي يا رهام، وانا عندي حالات كتير قوي يا رهام، والناس عشمانه في ربنا قوي وفيكي والله كمان بيتكلموا على خالد صلاح وبيتكلموا على كل المذيعين اللي عندنا زمايلنا واخواتنا. وانت عارفه يعني انا بشتغل الحمد لله يعني يوميا على الهوا، فالناس بتيجي كتير جدا وناس غلبانه عايزين الكلام كده. معلش يعني انت عارفه اخوك يعني بحب دايما اتغلس عليكي. لا والله خالص، زودي لهم شويه اي حاجه بقى. انت يعني انت ام الخير. بصي يا علاء، احنا في كل مجال عندنا ويتنج ليست 5000 و6000 عيان. الله، فانا العبء بصراحه كبير قوي عليا. ما انا عارف والله الله يكون في عونك. ما ينفعش نرد سائل برضو اي حد. ما هو ده اللي بتكلم فيه والله بيصعب عليا قوي. نمره تليفونه واسمه بس توصل للاعداد عندي او للانتاج وتحت امرهم طبعا. حاضر، ربنا ما يحرمش منك دايما يا رهام، ودايما واقفه مع كل جمهورك ودايما جمهورك واقف معاك كمان، لانك انت انت بنت المصريين دول وبنت الناس دول وهم اللي عملوني وعملوكي، فخيرهم دايما لينا واحنا ليهم كلهم. فوق طبعا، فوق ربنا ما يحرمش منك يا رهام دايما كده. هستنى ميعاد الترابيزه الاولانيه بتاعتنا احنا الاثنين. هيحصل هكلمك كده كده ونظبط مع بعض. حاضر أوكي. ماشي كلام، بشكرك جدا. باي باي. ربنا يخليك، شكرا جدا لصديقتي واختي رهام سعيد. طبعا رهام سعيد من الناس المحترمة بصفة شخصية وكمان زميلتي في القناة، ليها جمهور كبير جدا، ليها تاريخ عظيم في فكرة برنامج صباح الخير، دايما بتقدم حاجات للخير كتير جدا. لسه مرخم عليها قلت لها زودي شوية الخير، الناس بجد بتتعلق في أي أشياء. ورهام دايما من الناس اللي بتنزل الشارع كتير، وأكتر واحد يوصل للناس اللي بينزل الشارع. لازم نساعد بعض، الناس يعني الله يكون في عون الناس كتير، فلازم نعمل كده. وحتى لو انت خدتوا بالكم برضو ما نسيتش الناس وانا بتكلم، قلت طب ما نعمل السفره دي ونجيب كل الناس، بس نودي حاجه للناس برضو تاكل، لان برضو كل واحد لازم يلوبه بالحب جانب. انا عارف اتاخرت عليكم ولكن هنقفل طبق كشري وهنختم. حاضر، طيب ارجع سريعا. ادي طبق رز، بص عامل ازاي. تعالى كده يا محمد يا خالد، اتفضل شوف. بص انا بعمل كده ليه بقى؟ عشان اوضح الحباب حبيتها ولا لا، هل شكلا ولا لا. تعالى كده وركز معايا بعد اذنك، مش ده تحط كله في حله واحده؟ هل في حاجه نيه؟ كله قدام حضراتكم مستوي، كله مفلفل، كله بالهنا والشفا لحضراتكم. تعال نجرش الطبق الشياكه ده ونروقه كده بترويقه حلوه. هنزود له حبه مكرونه، ماشي، نعمل كده بقى ايه؟ بالشياك كده اهو. وممكن يكون طبق اللي نعمله انا ورهام سعيد ده ممكن يكون طبق كشري، ايه المشكله؟ لا هو لازم يكون لحمه؟ من 5 سنين انا ورهام عملنا طبق او عملنا يوم كان جامد قوي لو حضراتكم فاكرين، وكانت حلقه قويه جدا، يمكن ما شاء الله اكتر حلقه اتشافت عند رهام سعيد وعندي، وهي تشهد بذلك وكلنا نشهد. اكتر نسبه مشاهده على اليوتيوب وعلى التلفزيون كان في تاريخ النهار كل الحلقه دي، ما بهزرش والله بتكلم بجد. حلقه عظيمه كان فيها كل الناس موجودين، ولكن انا بقول هنعملها تاني ما عنديش مانع، ولكن نزود اليوم ده اكل وناكل الناس معانا بقى، ونوزع على الناس كده علب اكل وحاجات تبقى حلوه كده. خير حلو والله يا جماعه، بيعم للكل، بيبقى طعمه حلو. اللقمه لوحدنا ما بتكفيش طول ما فيش حد شريك فيها كده. بص منظر الكشري عامل ازاي، ما عملناش حاجه. مكرونه بانواعها، بنرصها بشكل شياكه، حبه حمص اهو اهو، حمص شام لو في وقت، والله كنت عملت حضراتكم حبه حمص كمان تانيين شام حلبسه، يبقى الموضوع فيه طعم جامد. الاكل في البيت كلنا نحب اكلنا كله. بص حبه بقى البصل المحمرش ده، حمص كده حاجه تتاكل بالهنا والشفا لحضراتكم. الف هنا وشفا
طبعا انا قلت ان انا هاكل النهارده في الكشري ده، انا عارف اكتوب الارض النهارده هيقول لك بس ساب الدنيا بتاع، وانا ما حدش يفرق عندي اهو. حبه العيش المحمص ده بسيط كده، اعمل طبق كشري كده يبقى شكله حلو يفتح النفس. امهاتنا النهارده لما تقوم تعمل حبه الكشري دول كده الموضوع يختلف، ناكل كشري وناكل كل حاجه حلوه، نعمه ربنا كتير وزي الفل، ربنا يديمها نعمه علينا جميعا يا رب، ربنا يديمها نعمه يا رب. كده اهو زي ما حضراتكم شايفين، تعالوا نجيب حبه العدس الجبه بالمره من هو ابو كمون. بص عامل ازاي، بص كده، تعال محمد يا خير، تعال شفيق، تعالوا نبقى خش كده معايا بسم الله كده في الكاميرا كده، بص المنظر عامل ازاي، شوف حبه العدس الجبه اهو، ونروح عاملين كده اهو، رش كده، ما حطيتش صلصه لسه ومش هحط عشان ما ابوظش الشكل الجميل ده. طبق كشري بسم الله ما شاء الله بالهنا والشفا لحضراتكم، خش نعمله كده بالهنا والشفا وكل الناس تاكل وتتبسط بالف هنا وشفا. ده زي ما هو كده، عشان لو حبينا نزود معانا يطلع معايا برده هو كده. والكهرمانة او البصل المحمر، المكرونات زياده طبعا لو حبينا، نجيب طبق الكشري ده بسم الله اهو كده اهو يطلع على طول، صلصه الشطه مع حضراتكم والدقه مع حضراتكم، ونيجي نغرف كمان بالمره حبه الكشري، صلصه الكشري اهي بالمره، مش هغرفها طبق واحد كلها، هغرفها حاجات صغيره كده زي دي، بص كده اهو كده اهو. اه والله حلوه، فكره حلوه، يعني نتخيله لما انا مش هاكل لوحدي، هجيب بقى الشيف شربيني بقى وكل الشيفات بقى بتاعت السي بي سي سفره كلها، ونشوف كل الشيفات، مش عايز انسى حد، وعندك نجلاء الشرشابي، وعندك اميره، وعندك سالي فؤاد، وعندك مراد، وكل الشيفات دي كلها هم بقى يعملوا الاكل كله معايا بقى، تبقى حلقه مش بس مذيعين، لا ده كل الشيفات موجوده. وتخيلوا بقى لما نعمل حلقه زي دي مصر كلها تاكل منها، ما بهزرش والله، حتى المذيع اللي ما بيطبخش في برنامجه، يعني في بعض البرامج طبعا المطابخ مش هو مش شيف بس هو مذيع بيطبخ، يعني مذيع اكلات طبخ وحاجات كده، لما يكون موجود، ويا سلام بقى لما نكلم جمعيتين حلوين كده يجي ياخدوا مننا الاكل ده ونروح موزعينه على الناس الغلابه في بيوتها وفي حتتها، عارفين كل، بصوا كل واحد عارف فينا، كل واحد عارف فينا مكان الغلبان فين ومكان المسكين فين، والفقير والغلبان ده هو اللي بيستني حد يخبط عليه الباب ويديله لقمه، يديله بطانيه، يديله لبس، يديله اي حاجه. اوعى تفكر اللي بيقف في الاشاره ده هو ده الغلبان والفقير، ابدا صدقوني والله ما بهزرش، مفيش بني ادم في الدنيا فقير يطلع من بيته يقف على اشاره مرور، ولا يطلع فوق كوبري اكتوبر يخلي عياله صغيره تبيع مناديل، ده مش ده اغنى مني ومنك والله. اوعى تديله فلوس لان العيال دي بتتمشى ليه مش عياله، اما اللي قاعد في بيته بقى وفي وسط البرد كده وتخبط عليه كده يخش له نجم كده من اللي بيتفرج عليه في التلفزيون يقول له خد كل اللقمه دي، تعال ناكل اللقمه دي مع بعض، هي دي الفرحه، هي دي الجمال. والسي بي سي والنهار ما شاء الله النهارده عندنا كام شيف وعندنا كام مذيع بسم الله ما شاء الله. لا انا هشتغل ارهام والله على الحلقه دي، وانا اكون يعني اكون بتشرف لما زمايلي كل الشيفات كلهم اول ما ابويا هقول له مش هيقول لي لا، كل الناس دي كلها تحضر يوم زي ده نفوق الدنيا كده شويه، كل واحد لو حط ايده في طبق سلطه اقسم بالله يبقى احلى اكل، لان انت النهارده مطابخ برامج المطبخ النهارده بسم الله ما شاء الله كتير جدا، الله اكبر، سي في سي سفره فيها كام برنامج، كل القنوات كلها فيها، ولكن عملوا كمان نسبه مشاهده كويسه، كل الناس بتتفرج على المطبخ دلوقتي، كل واحد ليه الشيف بتاعه، كل واحد ليه الشيف اللي بياخد منه الاكل المخصوص بتاعه، في ناس تتفرج على علاء، في ناس تتفرج على الشربيني، في ناس تتفرج على نجلاء، في ناس تتفرج على حسن، في ناس على محمود، على سيد، كل الشيفات بدون ذكر اسامي عشان ما انساش حد، كل الناس دي كلها ليها اساميها. لما يجوا الناس دي كلها تعمل طبق زي ده، ده احنا ممكن نعمل زي استاذ عمرو اديب نعمل مزاد على طبق الكشري ده، والمصحف ما بهزرش، قال له ليه لا؟ يا جماعه الخير موجود بس احنا نفكر فيه شويه، الخير موجود، تخيل لما تعمل مزاد على مثلا طبق كشري، والله ما بهزرش، الشربيني اللي عامله كبير مثلا هيجيب كام الطبق ده؟ ويروح للناس الغلاب، انا يا عم اعمل سندوتش، حته سندوتش، اي حاجه، ونعمل عليه مزاد، واللي يجيب اكتر هو راح للناس، الجو برد والناس محتاجه حاجات كتير، والله العظيم احنا بنشوف الناس في الشارع، انا بنزل الشارع كتير جدا، بنشوف ناس وربنا تحت الارض، تحت الارض مش فوق الارض، تحت الارض، دورنا كده. ودايما بقولها بنختم الحلقه، الجاكيت اللي انا لابسها دي والبدله اللي المذيع قاعد بيتفرج عليه كلنا من جيب حضراتكم، يعني مش حاجه هنجيبها من جيبنا، يعني ده المقصود، محدش فينا هيمن على حد، عربيات وجواكت ما شاء الله كلنا ربنا راضينا من حضراتكم. وانت لو بتشوفنيش حد هيدفع فيها فلوس، انا بتكلم بكل صراحه، فنعمل كده لكل الناس، انا مبسوط من الكلام ده،
ويا رب ان شاء الله نحاول بس ننفذه وندعم يوم زي ده ونلم كل الشفات وكل الناس اللي اقدر عليها اعمله والله. حتى يعني مش شرط اكيد انا اكيد مش هلم تبرعات عشان اعمل اليوم ده، هو ده من جيبه ونطلع ونعمل، ايه المشكله؟ اكله للناس ودي بلدنا واهلنا، تتاكل ابوك واختك وخالتك وابن عمك، حد قال لك اكل واحد جاي من مش عارف منين؟ ربنا يا رب يعمل دايما الخير فينا يا رب كده ويزرع في عيالنا وفي قلوبنا الرحمه، ربنا بيرحم. دي كانت اكلتنا النهارده، كان يوم ثلاث يوم اكل الشعبي، عملنا اكل شعبي حلو جدا، اتمنى طبق الكشري ده يعجب حضراتكم، وان شاء الله بكره الاربع يبقى اطفالنا والخميس حمام، ماشي الكلام؟ سلام عليكم.